السلام عليكم. مباراة غزل المحلة والإسماعيلي في كأس المصري اليوم. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. موعد مباراة غزل المحلة والإسماعيلي اليوم الاثنين الموافق 20 مارس، حيث تنطلق مباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة 6 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 3 عصرا بتوقيت الجزائر والمغرب. ويستضيف نادي غزل المحلة نظيره الإسماعيلي في مباراة دور 16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية اليوم. ويسعى غزل المحلة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل واللعب على عملي الأرض والجمهور من أجل الانتصار. وفي الجهة المقابلة يسعى نادي الإسماعيلي ضرورة بذل الجهد الفترة المقبلة من أجل استعادة سكة الانتصارات والتأهل للدور المقبل في بطولة كأس الرابطة، والتي يسعى لاستعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية. نتمنى التوفيق للفريقين، وارجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد وليستمر معكم بس بدون تقطيع.